لكن عايز اسال حضرتك عن ازاي قدر فرانسوا شامبليون ان هو يفك رموز حجر رشيد، واستغرق وقت قد ايه عشان بالترميز والترابط كده والمقارنه يحط دي جنب دي عشان يوجد سياق يقدر من خلاله يقول اه دي معناها كذا دي معناها كذا. باختصار، التأهيل بتاع جان فرانسوا شامبليون اتأهل كويس، يعني من هو طفل صغير 7 سنين التحق بحاجة هناك اسمها الأكاديمية، أكاديمية النقوش، الكتابات المنقوشة والأداب القديمة، وكان أخوه الكبير جوزيف هو كان بمثابة يعني الكفيل أو الراعي بتاعه، ويعني اللي كان متبنيه في الطريق ده. شامبليون من السن المبكر ده وهو بيدرس اللغات أو يعني الكتابات الشرقية، اللغات الشرقية ومنها الإبتشي، يعني شامبليون كان عنده مقدمات. والدليل على كده إن هو قبل ما يفك رموز الكتابة اللي موجودة على حجر رشيد عنده في أغسطس، يعني هو الفك الكتابة ده الصيحة الأولى بتاعته كانت يوم 14 سبتمبر 1822 لما خد اكتشف يعني عدد من الحروف وعرف خلاص الطريق، خد السكة جري في نفس واحد كده وراح لأخوه عشان يقول له ده اليوم اللي احنا بنرصده، يوم 14 سبتمبر 1822. إنما اليوم اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة اللي هو 27 سبتمبر ده اليوم اللي الأكاديمية اعتمدت اكتشافه، يعني لما أصبح الكلام المكتشف بتاع شامبليون رسمي هو اليوم اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة 27 سبتمبر. فسبق شامبليون عدد كبير جدا، يعني شعوب العالم بالإضافة للحاجات السلبية لا كان فيه اهتمام، وفيه العالم الإنجليزي عالم رياضيات وفيزياء كبير اسمه يونغ اكتشف اكتشاف كبير مهد للي اكتشفه شامبليون. اكتشف انه الشكل اللي هو الخراطيش، الشكل المخروطي، الشكل البيضاوي اللي هو بيتحط فيه اسامي الملوك، هو الراجل ده اللي قدر يحدد، قال الشكل ده الاسم اللي مكتوب جواه لازم يكون اسم ملك. دي كانت نقلة كبيرة جدا، ودي اللي سهلت مهمة شامبليون. وطبعا هو اكتشف ده من ان الخرطوشة دي موجودة على المقابر من الخارج كلها، فطبعا يبقى اكيد هي خاصة ما يحويه ما تحويه في داخلها خاص بالملك اللي موجود هنا. لو عرفنا الملك نقدر نخمن اسمه مكتوب ازاي بالفرعوني، تقصد كده حضرتك؟ طيب ده بالظبط، يعني استنتاج حضرتك سليم، لأنه هو في لغاية الوقت ده ما كانش لا يونج ولا غيره لسه عارف الحروف، بس هو فعلا استنتج من تكرار الخراطيش دي في أماكن معينة وبشكل معين، قال لك ده أكيد دي أسامي الملوك. فمن هنا اشتغل شامبليون وكان الكشف العظيم بتاعه. اللي أنا ما كملتوش إن هو الاكتشاف بتاعه قلنا في 1822، سبقوا في أغسطس 21 أنه راح قدام الأكاديمية وأثبت أنه الحروف، ما كانش لسه عرف الصوت بتاع الحروف، لكن بالدراسة بتاعته قال لهم أنه المصرية، اللغة المصرية 3 حروف، هيروغليفي وهيراتيقي وديموطيقي، وأنه الحروف بتاعتهم بتنتمي لبعض بشكل مباشر. يعني هذا تقصد 3 لهجات او 3 لغات مش 3 حروف؟ لا 3 حروف، لا 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 3 حروف يا فندم، مش 3 لهجات ولا 3 لغات، هم لغه واحده فقط اللغه المصريه، ودي كلها حروف مختلفه لكن هي لغه واحده، لغه واحده بحروف مختلفه. 3 حروف اللي هو الحرف الهيروغليفي اللي هو الرسم الطبيعي الكامل، والحرف الهيراتيقي اللي هو اختصار من الكهنة عشان خاطر كانوا بدأوا يستخدموا بقى مش كله نحت على الحجارة، بدأوا يكتبوا على البرديات، فمحتاجة اختصار شوية. الكتابة محتاجة اختصار شوية. وبعدين بعد كده
الشعب بقى عاوز حروف أبسط، فخد نفس الأشكال وبسطها بس. لكن هم شامبليون توصل للاكتشاف ده، وده في غاية الأهمية. يعني إذن كان في مقدمات مهدت يعني حضرتك تقصد إن حجر رشيد مكتوب بالثلاث حروف دول؟ لا، حجر رشيد مكتوب بحرفين منهم. مكتوب بالهيروغليفي والديموطيقي. وحرفين مصري وحرف يوناني، يعني لغة واحدة مصرية بحرفين ولغة واحدة يونانية بحرف واحد. يبقى إذن في ثلاث حروف موجودين على حجر رشيد، الهيروغليفي والديموطيقي، دول حروف لغة مصرية، واليوناني ده حرف اللغة اليونانية. هل معنى كلام حضرتك طبعا كان إن الحجر بيرجع لفترة الجريك رومان اللي هي قبل الميلاد ب 100-200-300 سنة كده؟ بالظبط كده، يرجع للفترة البطلمية، وبالتحديد فترة الملك بطليموس الخامس. والحجر عبارة عن رسالة شكر، يعني لما هنا محافظي المحافظ أو رئيس مجلس المدينة يعمل يافطة كده بيشكر مثلا السيد رئيس الجمهورية على حاجة معينة، اليافطة دي عبارة عن كده. ده احنا من زمان يا أستاذ سامي عندنا هذا التراث. أيوة. من زمان يعني أيوة مجاملين، احنا مجاملين.